وحول آخر التطورات بالأسواق العالمية ينضم إلينا من عمان أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أحمد أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. دعني أبدأ بالبيانات اللي شهدناها مع نهاية الأسبوع، بيانات أسعار المستهلكين يعني يبدو بأنها لم تأتي مرضية بالنسبة للفيدرالي، والذي علق بأنها جاءت مخيبة للأمال. إحنا على موعد في يعني الشهر القادم 13-14 يونيو بالاجتماعات القادمة للفيدرالي، إلى أي مدى ستغير برأيك هذه البيانات من السياسة التي بدأت تحتسبها الأسواق بما يفوق 60% بعملية رفع لما يفوق 5% لأسعار الفائدة؟ نعم، صباح الخير ميسة والطيب. نعم، بالنظر إلى آخر أرقام مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي قد جاء مخيب بالأمل كما ذكرت ميسة. نعم، خاصة على أساس سنوي بعض الارتفاعات، مما قد يثير بعض الشكوك بأن الضغوط التضخمية قد ترتفع بالفترة القادمة. بالنظر أيضا إلى النبرة الأعضاء الفيدرالي الأمريكي، لا يخفى الأمر أن النبرة لا تزال بعض الشيء صقورية، بولارد من ناحية، كشكاري من ناحية أخرى، لكن دالي قد ذكرت بأن الأرقام الاقتصادية أو أرقام الفوائد تعتبر جيدة نوعا ما، خاصة مع تجديد شروط الائتمان التي توازي 50 نقطة أساس. فعلى ما أعتقد أن الأسواق لا تزال تسعر بعض الشيء إمكانية رفع أسعار الفائدة، نظرا للتفاؤل بأرقام التضخم التي قد سجلت انخفاضات من ذروتها 9.1% إلى ما يقارب 6%. لكن ميسا يجب أن ننظر أيضا إلى الكور سي بي آي، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، لا يزال يسجل ارتفاعات، لا يزال ضمن المتوسطات الأخيرة بين 6% إلى 6.5% في الفترات الأخيرة. فلا يزال بعض الشيء يعطي انطباع بأن أرقام التضخم قد تكون راسخة في الاقتصاد، خاصة بالنظر إلى أرقام الأخرى، أرقام تقرير الوظائف الذي لا يزال يعتبر جيد. نعم، هو لاج انديكيتر، مؤشر بعض الشيء متأخر، يعطي انطباع بالتأخر على الحالة الاقتصادية، لكن بعض الشيء لا تزال أرقام الوظائف جيدة جدا. أرقام الأجور بعض الشيء يوجد مخاوف فيها بأن الضغوط التضخمية مستمرة، لكن عند النظر إلى الحالة الاقتصادية بشكل عام من الأرقام الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، على ما أعتقد البوزنج قد يكون خيار جيد بالنسبة للفيدرال الأمريكي لمتابعة الأرقام الاقتصادية في الفترة القادمة، خاصة بأن تجديد شروط الائتمان في الفترة الماضية كانت قد تعتبر مؤثرة جدا. أزمة سقف الدين التي قد تخرج منها الاقتصاد الأمريكي تعتبر مؤثرة جدا أيضا من ناحية المخاوف الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين. فعلى ما أعتقد أن البوزنج ومتابعة الأرقام الاقتصادية قد يكون الحل ميسر. طيب، لكن أحمد، بما أنه يعني أيضا عم ننتظر بيانات التوظيف، قد ايه تقييم المستثمرين الان بعد ما انتهت ازمه يعني سقف الدين ستكون اكبر لهذه البيانات، وخصوصا انه عم منسعر حتى الان قرابه 180 الف وظيفه يمكن قد تدخل وقد يسجلها الاقتصاد الامريكي؟ اي ارتفاع بالارقام هو يعني تاكيد لسياسه الفيدرالي بعمليه رفع اسعار الفائده، قد ايه حتى الان بدات التقييمات تعود لهذه المستويات للوظائف؟ ميسا، على ما أعتقد الأرقام الاقتصادية بالنسبة خاصة لتقرير الوظائف مثيرة للجدل في الفترة الماضية، خاصة مع إعادة تقييم القراءة قبل الماضية عندما تم تخفيض تقرير الوظائف، تم تخفيض الأرقام الاقتصادية، أرقام الوظائف التي تم إضافتها من الاقتصاد الأمريكي. متوقع أن تكون الأرقام أقل من 200 ألف، لكن عند النظر إلى بيانات الفيدرالي الأمريكي في الفترة الماضية لا يزال يؤكد بأن أرقام الوظائف تعتبر جيدة. سوق العمل بشكل عام يعتبر لحتى الآن جيد جدا. كما ذكرت ميسا قبل قليل أن تقرير الوظائف مهم جدا، لكنه مؤشر متأخر قليلا لمعرفة الحالة الاقتصادية وتأثيره على الأرقام الاقتصادية، تأثيره على نفقات الاستهلاك الشخصي، على نفقات الاستهلاك، على مبيعات التجزئة. بكل تأكيد مؤشر بعض الشيء متأخر حاليا بالنسبة للحالة الاقتصادية، لكن عند النظر إليه 180 ألف على ما أعتقد أن قراءة قد تثير بعض المخاوف. أرقام أقل من 200 ألف مخيفة جدا، خاصة مع أرقام البطالة التي لا تزال منخفضة جدا. عندما ننظر إلى فيليبس كيرف، عندما تكون أرقام معدلات البطالة منخفضة جدا، فأرقام التضخم يجب أن تسجل ارتفاعات. فيليبس كيرف اقتصاديا، أرقام بطالة منخفضة، يجب أن يكون تضخم. فلذلك بعض الشيء قد تكون مخيفة أرقام الوظائف، بالرغم من أن حتى الآن لا تزال جيدة، سوق العمل لا يزال جيد جدا، لكن كما ذكرت ميسا أقل من 200 ألف قد يكون سلبي بالنسبة للقراءات القادمة. نعم أحمد، أيضا بيانات الصين ستبقى حاضرة
الصادرة خلال هذا الأسبوع. سنراقب يعني مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى جانب مؤشر مديري المشتريات التصنيعي. هل متوقع أنه يعني ينتهي موضوع الانكماش في القطاع التصنيعي الصيني، وخصوصا أنه إحنا شفنا معدلات نمو أقل مما كانت تتوقعه الأسواق بالنسبة للصين بقرابة 5% هذا العام؟ نعم ميس، عند النظر إلى أرقام الصين بالفترة الأخيرة هي أرقام سلبية لحتى الآن، بالرغم من أن أرقام التضخم منخفضة، لكن أيضا مخاوف من أرقام التضخم المنخفضة في الصين لا تزال مستمرة، 0.1% على ما أعتقد أرقام التضخم في الفترة الماضية، فلا تزال مخيفة بعض الشيء أرقام التضخم. لكن بالنظر إلى كما ذكرت ميس مؤشر أسعار المنتجين، نعم مخيف جدا، خاصة الانكماش في التصنيع قد يستمر في الفترة الماضية استدلالا من الاقتصادات الأخرى. بكل تأكيد الاقتصادات مرتبطة ارتباط وثيق مع بعضها، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، جميعهم شريك تجاري مع الصين، فعند تسجيلهم انكماشات مستمرة في الفترة الماضية بالنسبة للقطاع التصنيعي، فعلى ما أعتقد قد ينعكس ذلك على الصين في الفترة القادمة. انكماش في القطاع التصنيعي على ما أعتقد واردة ميسا. ونشكرك أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.